السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا تجربة جميلة جدا، حابين ان احنا نتكلم مع المؤسسين بتوعها اللي هو موقع كود لام. معنا الاخ احمد من سوريا ومعنا المهندس محمود، ان شاء الله يكلمونا عن فكرة البرمجة واهميتها واهمية ان احنا نبدأ فيها من سن صغير. فهنبدأ طبعا باخ احمد، ريت حضرتك تعرفنا من نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا أستاذ عمر، الله يعطيك العافية. أنا أحمد المبيض، مواليد مدينة حلب، مواليد 1977، حاليا موجودين بتركيا، الكل بيعرف ظروفنا كسوريين يعني. بالنسبة للبرمجة يعني أنا كان من زمان عندي موقع، يعني بال 2008 2009 كان عندي ويب سايت خاص منتدى أمل الشباب، استمرنا سنتين ثلاثة حدث الامر في سوريا فاضطرينا نترك الانترنت لفتره طويله يعني، والحمد لله وقت استقرينا هون حاولنا نسترجع، بس طبعا بالنسبه لعمري انا صعب ابلش، فما شاء الله الله يخلينا اولادنا. محمود بلش صار له 4 سنين واستمر انا معه. تمام. فكره ان انت تخلي الابن حضرتك يهتم بفكره البرمجه بدل ما يضيع وقته في العاب ملهاش لازمه والحاجات ديت، الموضوع ده ممكن يتم ازاي؟ والله هو الامر يعني اذا كنت قلته سهل فهو مو سهل، الامر يعني صعب بالذات في زمن مثل ما شايفين يعني الجميع ان المشتتات كثير 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 كثيره، يعني ما ينفع زماننا، يعني الامر بسيط جدا يمكن يمسك تليفون يتم مشغول فيه 10 ساعات بدون ما ينتبه. فالامر مثل ما بقولوا بعتمد معه كشعره معاويه، يعني في حال اني ما بحاول اضغط عليه كثير وبنفس الوقت وقت بشوفه اني في عنده استعداد فبحاول اني يعني اساعده، طبعا بده يكون من عنده في اقبال، اذا ما كان في عنده اقبال فصعب يعني استمر. بس اهم نقطه اني اذا حابب انت تعلم ابنك البرمجه فانت ما تعتمد على نصائحك وعلى تعليماتك له، لازم انت تعمل هو يقلدك، لازم تضل مستمر معه، يعني ما بتحسن مثلا تقول له قوم صلي وانت ما عم بتصلي، فبدك تكون ملتزم معه. يعني صدقا انا ما ببالغ اذا قلت صار لي 3-4 سنين يوميا انا لي ساعه ساعتين بركي معه. محمود اوسط ولادي، انا عندي 5 اولاد محمود الوسط فيهم ما شاء الله ربنا يبارك فيه، يعني بدك تكون ملتزم. ايه ممكن بالايام تكون الفائده كبيره بس الامر بده التزام. ما شاء الله. تمام. طب استاذ حضرتك نتكلم مع المهندس محمود. باشمهندس محمود عرفنا بحضرتك. مرحبا جميعا، انا محمود من مواليد حلب، عملي 14 وبلشت تعلم البرمجة من قبل 4 سنين، حاليا انا مطور نيكس وعم بسوي مواقع. تمام. حضرتك شغال يعني ايه لغات البرمجة اللي انت شغال بيها دلوقتي؟ جافا سكريبت، بس كجافا سكريبت ما كانت فاق ودخلت برياكت، ومن رياكت تطورت لنيكس. تمام ما شاء الله. طيب هشاور مع حضرتك كده الشاشة بتاعت الموقع بتاعك، حضرتك بقى تكلمنا عنه لأنه الصراحة حاجة جميلة جدا. ثانية واحدة. دي المنصة هي اللي هي الكود لام اللي انت سميته الاسم دوت، وايه المميز في الموقع بتاعك؟ الموقع هو عبارة عن منصة عربية متكاملة للحابب يشارك اي بوست او يعني يعرف اخر اخبار البرمجة، بامكانه يدخل على موقعنا ويشوف اخر الاخبار، وبامكانه حتى هو يصير من المشاركين وينشر اي بوست بده اياه. جميل. هذا الموقع اتفضل. هذا الموقع مميزاته انه راح يريحك كثير من المواقع الثانية اللي فيها اعلانات ما بتخليك تنشر اي بوست بدك اياه، واللي تعطيك فرضيات اول شيء. هذا الموقع ما شاء الله هو عامل زي السوشيال ميديا، لكن هو صراحه موقع كويس ان هو مركز على فكره البرمجه والحلول والمشاكل ديت، والحمد لله في ناس كتيره موجوده دلوقتي على الموقع، فدي حاجه ممتازه جدا. طيب انت تنصح بايه الناس اللي هي يعني يبداوا برمجه من امتى؟ هل لازم يكون عنده 20 سنه ولا ممكن يبدا وهو صغير؟ البرمجة ما لها عمر محدد، بإمكان الواحد يبدأ بأي عمر بده إياه، بس الشيء الأحسن شيء إنك تبلش من وقت مبكر، لأنه لما تبلش وقت مبكر ما رح يكون عندك التزامات كثيرة مثل بالعمر الكبير، لكن رح يكون عقلك أكثر فاضي ورح تحسن تركز أكثر على البرمجة. ما
ما شاء الله. انا حتى ملاحظ ان انتوا عاملين مشاكل وحلول وشوية حاجات جميلة جدا، فما شاء الله يعني حاسك متفاعل اكتر مع الاجابات. نعم، هلا جوز هو محمود ما يمكن يشرح كثير عن منصة، منصة كثير متقدمة يعني، بس هو يمكن شوي مو داخل بأمور المقابلات. المنصة مبنية على مبدأ النقاط والتفاعل، يعني أنت أي مشاركة رح يجيك فيها نقاط، أنت في عندك الحالة إذا رجعت لآخر الأخبار، الحالة الشخصية ممكن تضيفها وتدمجها بآيات من القرآن الكريم في الصفحة الشخصية. أه تمام. يعني عندك مثلا تحسن تشارك بتسكات، في عندك الملف الشخصي تحسن تدمج فيه أي معلومات عنك، متابعة. يعني الامر يتخطى اني حتى المنصه، يعني عن حق نحن طبعا ما راح نوصل لمستوى المنصات الكبيره، لكن نحن عم نقوم باللي بنحسن عليه. لا تنسى يعني نحن هلا عم نستقل اهم الادوات الموجوده، اذا ما هو عم منصات كبيره هلا في ادوات صايره متطوره كثير. الموقع في مضاف الذكاء الصناعي، في حال انت طرحت مشكله ممكن تستخدم الذكاء الصناعي يجاوب على مشكلتك تلقائيا. يعني الموقع مليء بالاضافات، بس يمكن نحن شارحين عنه بفيديو مستقل يعني 15 دقيقة يا دوب، نحن مثل ما بقولوا غطينا كافة تفاصيل الموقع. يعني موقع كبير كبير، وكمان ممكن تستخدمه بالموبايل بكل سهولة وبكل أريحية. فكثير كثير في إضافات الموقع، لو في وقت كان واحد بحكي بس يعني. لا لا، ما حضرتك الوقت، حضرتك اشرح براحتك. حابين نستفاد. يعني أكثر الناس يمكن تشارك على الفيس، طبعا نحن ما راح نوصل لمستوى الفيس والتويتر وهالامور، بس انت ممكن تشارك بمنصه ايه موجود فيها يمكن يكون 6 مليار، بس انا يمكن بال 6 مليار انا ببني 10 اشخاص. يعني فليش انا لا ابرق اشغل وقتي في 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 اعلانات ومنشورات انا في غنى عنها، اضافه للاعلانات. يعني استاذ انت بتعرف الاعلانات تاعتنا على الفيس، يمكن اذا تطبقت على الموضوع كل منشورين ثلاثه في اعلان او لا اقتراح، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبك، انا ماني مجبور. منصتنا يعني ما في اعلانات. اليوم قمنا باضافه دمجنا ايه من القران الكريم او حديث، كل 6 منشورات تطلع لك يمكن بشكل عشوائي ايه او قران. في عنا يعطيك وقت الصلاه، هلا انت لو اعطيت اذن ليعرف موقعك كان حدد لك موقعك واعطاك الوقت المتبقي للصلاه القادمه بكل سهوله. يعني عم نحاول نحن، وفي هلا هي المرحله الاولى، المرحله الثانيه احنا هلا عم نشتغل على موقع تصميم خاص للمصممين، يعني منصه المصممين. يعني انت ما بتعرف ابدا بالبرمجه، نحن راح نسوي لك موقع مثل كاني عم تشتغل على فوتوشوب، تحسن تصمم الموقع وراح نعطيك اسم دومين وتحسن ترفعه. المرحله الثالثه ممكن نحن يكون مرحله اعلانات، المرحله الرابعه ممكن مرحله دروس وشروحات للتعليم. يعني راح تكون المنصه منصه متكامله، ما هي مجرد اني موقع شخصي عملناه وشيناه. لا ما شاء الله، يعني الموقع ممتاز، وان شاء الله يعني الناس كثيره تبدا تدخل وتبدا انها تتعلم منه، وناخد مهندس محمود قدوه، والناس اللي هي عندها اولاد تبدا انها تخليهم يبداوا يتعلموا برمجه بدل ما هو بيضيع وقته على العاب او بيضيع وقته على السوشيال ميديا. فدي فكره كويسه، ومنتظرين يكون ليها تطبيق على الموبايل، يكون فيه فيديوهات اكتر. انا عارف حضرتك عندك اليوتيوب، انا شفت حضرتك على اليوتيوب، وانا يعني باذن الله قادرين احنا نحول للتطبيق، بس احنا لما نقطع المرحله الثانيه ننهي منصه المصممين، ثم راح نحول ان شاء الله للتطبيق على جوجل بلاي بحيث نستعمل بالموبايل بكل سهوله. تمام. يعني على في على لينكدين وفي على اليوتيوب، يعني متابعين هالامور باذن الله. يعني مساله التسويق مهمه مثل البرمجه يعني. اكيد اكيد، ما شاء الله هو الموقع ما شاء الله كويس، ويعني عجبني الصراحه، عملت حساب عليه على طول، وان شاء الله نبدا نتفاعل معاه باذن الله. ويعني طبعا بنشكر المهندس احمد كتير جدا على ان هو اهتم بالمهندس محمود وخلاه يعني ما شاء الله يعمل موقع كويس زي دوت، وحلو التعاون بين الاب والابن، وان هم يشاركوا هوايه مع بعض بحيث انها فعلا تبقى حاجه كويسه جدا ان شاء الله. يعني ربنا يبارك فيه، ونشوفه كده ان شاء الله يبقى عامل موقع عالمي يكون كل الناس بتدخل فيه، يعني نفس الموقع العالميه باذن الله. بهمتنا جميعا ان شاء الله. النهايه بيكون اضافي اعلى مراتب. الله يكرمك. انت حضرتك عامل له 4 لغات لغايه دلوقتي، تركي و يعني. 5 لغات، عربي واسباني وفرنساوي وتركي وانجليزي. طبعا. ما شاء الله، الله يكرمك. جزاكم الله كل خير، وعاجز عن الشكر يا باشمهندس احمد وباشمهندس محمود، جزاكم الله كل خير. الف شكر. سلام.